A few moments later. أغلب الأشخاص بعد الاستيقاظ من النوم يقومون بشرب القهوة، فالمبدأ الذي يمشي به أغلبيتنا أن القهوة تقوم بتنشيطنا وتحسين مزاجنا. بالفعل تقوم بكل ذلك، لكن هذا إذا شربتها في أوقات محددة مثل 10 صباحا. أما إذا شربتها في الصباح الباكر فستؤثر عليك سلبا وسوف تشعرك بالتعب والخمول. حسنا، كيف ذلك؟ أولا علينا أن نفهم الساعة البيولوجية للإنسان حتى نعرف السبب. إليك في هذه الصورة الساعة البيولوجية للإنسان. سنركز على ماذا يفرز جسمنا في السادسة صباحا. حسنا، إنه هرمون الكورتيزول. حسنا، ما هو هذا الهرمون وما علاقته مع القهوة؟ هرمون الكورتيزول هو هرمون ستيرويدي يتم تصنيعه في قشرة الغدة الكظرية، ويتم إطلاقه في الدم لينتقل إلى جميع جسم الإنسان. ولدى هذا الهرمون العديد من الفوائد التي أمامكم، لكننا سنركز على فائدة واحدة وهي الاستيقاظ ويعطي نشاط للجسم. إلى الآن لم نعرف العلاقة بين القهوة وهذا الهرمون. حسنا، القهوة تحتوي على الكافيين. عندما يدخل الكافيين إلى نظامك يقوم بتحفيز جسمك على إفراز المزيد من هرمون الكورتيزول، وكما يقول إن زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده. فزيادة نسبة الكورتيزول في الجسم تؤدي إلى العديد من المشاكل، وأهمها الشعور بالتعب والخمول والتوتر والقلق. وبالتالي بدل ما تعطيك القهوة نشاط وتحسن مزاجك فتعمل عكس المتوقع منها. ويوجد العديد من أضرار ارتفاع الكورتيزول، خاصة إذا كان ارتفاعه بشكل يومي ومنتظم وفوق كمياته العادية والمثالية، سيؤدي إلى مشاكل عديدة، منها مشكل في القلب، ارتفاع ضغط الدم، و أيضا احتمال الإصابة بالسكر من النوع الثاني. إذن ما هو الحل؟ الحل هو أن نقوم بشرب القهوة في أوقات عدم فرز هرمون الكورتيزول لنتجنب هذه الأضرار، وهذا الوقت يكون ما بين 9 و11:30 وبين 1:30 إلى 5 مساء فقط. كان هذا كل شيء لهذا الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا لمشاهدتكم ووصولكم إلى هذه الحد من الفيديو.